اه والله مأساة. اذا اقرا ساكنة طلع امتياز. لا ساعتين والله امتياز ازاي لا اليوم تقدر اكثر من قد قريت مش كم ساعه متتاليه بالاورجانيك 13 ساعه والله بس ما امتحن على شهر وقالوا لي ان الملزمه 5 ساعات انه واجل منها اسئله لو ادري كان امتحان بهذيك بحيث الاولى والثانيه والثالثه والرابعه قرأت كل واحده 3 مرات. لا حول ولا قوه الا بالله افضل حظ يا ابني روح امتحن دائما. الميكروبيال بوبيولوشن تعالوا اكلمكم يعني ايه بكتيريا يعني ايه كلمه جروس. قال لك الجروس ده زيادة في الكوانتيتي زيادة في الكمية. الجروس معناها ability of cell to form new cell قدرة الخلية انها تعمل واحدة تانية. increase in biomass زيادة في الكتلة و increase in number وزيادة في العدد هو ده الجروس. القاعدة بتقول G equal T على N. يعني ايه T؟ يعني time يعني ايه ان نمبر اوف جينيريشن. حلو قانون بيقول ان بي يعني عدد البكتيريا بعد الانقسام بتساوي ايه عدد البكتيريا قبل الانقسام ضرب 2 ان. هتجينا مساله لو تجينا ممكن طبعا يجي لك مساله عادي جدا زي ايه يجي يطلب منك الجينيريشن تايم ويديك التي يقول لك مثلا بكتيريا بعد نصف ساعة لقينا عددها مثلا 50 تمام وهي مثلا انقسمت بعدد ان كذا احسب الجينيريشن تايم او يديك العدد بعد الانقسام البي وقبل الانقسام الاي يقول لك كانت 100 وبقت 3000 احسب الان. فطبعا في قانون بيقول البي ايكوال ايه ضرب 2 ايه 2 ان. ما فهمت شيء ايه قانون فوق مختلف دول قانونين مش قانون واحد. اللي فوق ده بيحسب حاجة اسمها الجينيريشن تايم واللي تحت ده بيحسب العدد. بيقول لك الجينيريشن تايم بيساوي التي يعني الوقت على عدد الأجيال. أما التاني بيقول لك البي عدد البكتيريا بعد الانقسام يساوي الاي عدد البكتيريا قبل الانقسام ضرب 2 ان ضرب 2 ضرب عدد الانقسام. فاحنا ساعات نطلب الان. قصة حياة البكتيريا دي انا قلتها في الاول قلت لكم البكتيريا بتعيش حياتها كيرف ده. في الاول لو انا جبت الراجل ده وحطيته في مزرعة هل هينمو ولا هيثبت في الاول؟ قالك بيمر بفترة اسمها اللاج بيريود. كل اللي بيحصل هنا انها بتصنع انزيمات ممكن تزيد في السايز ولكن لا تزيد في العدد. تمام لحد ما توصل لبداية اللوج هنا بتكون ظبطت دنيتها تبدأ تزيد في العدد تزيد في العدد. لوج يعني ايه لوج؟ يعني تفضل 10 بعديها 100 بعديها 1000 بعديها 10000 وهكذا بتزيد في العدد بغباء. بعديها تثبت الاستيشنري فيس ده الثبات. ايه اللي بيخليها الثبات؟ لان كل واحده نيو كل واحده اتولدت قدامها واحده ضاي قدامها واحده ماتت لحد ما في الاخر ديكلاين فيز النهايه بسبب ان معدلات الموت تعدت معدلات الحياه. انا بدي اتاكد ده بسبب نقص الغذاء بسبب نقص الايه الغذاء. يبقى اولا اللاج تمام. قال لك اللي بيحصل كالتالي بيعتمد على ايه اللاج. اللاج ده بتزيد عدد فيها ولا ما بتزيدش العدد فيها؟ يزيد العدد. الحمد لله اللاج لا يزيد العدد فيها. اللاج مش اللوج اللاج الفترة اللي في الاول بتعتمد على ايه بقى طول الفترة دي؟ النوكليوم سايز كمية البكتيريا اللي ابتدينا بيها والتايم والوقت الضروري عشان نصلح الفيزيكال دامج او الشوك والتايم ريكواير والوقت الضروري للانزيمات. حلو وبس. طب اللوج تزيد بقى ولا ما تزيدش؟ اللوج تزيد في كونستانت ريت
وبتبقى البكتيريا سينستيف، حساسة جدا في وقت اللوك. اللي بعديها ستيشنري، الثبات. الجروس يساوي الدس، الجروس بيساوي الايه؟ بسبب اكزوستيشن اوف نيوتريانت، ان الغذاء قل، اكيوميليشن اوف توكسيك بسبب تراكم السموم، واكزوستيشن اوف سبيس بسبب نهاية المسافات او الفراغات. اخر حاجة الديسفيس، قال لك at the end، في النهاية no one know for sure، محدش بيعرف ايه اللي بيقضي على البكتيريا. ستوب. سهلة ولا صعبة؟